Not.
تقدامي بمناسبة تفضل سيد صاحب السمو ولي البلاد حفظه الله بالأمر شراء دون الحربي اللي عمره أكثر من 60 سنة للمحافظة على التاريخ والتراث الكويتي من الكبار. شاركت الإدارة العامة بالدوريات في هذا الاحتفال بداية من يوم الخير الساعة 4:30 أمس. كلفنا دورياتنا في مرافقة معدات شركة النفط من الأحمدي حتى نادي اليخوت، والحمد لله بفضل الله وصلت المعدات كلها. الواجب الثاني انه تأمين الموقع، تأمين الموقع شيلة البوم، واحنا مأمنين الحمد لله بالكامل من المواطنين ومن اي ناس ممكن في حالة الشيلة يتعرضون لا سمح الله لأي خطر. الواجب الثالث الحقيقة اللي هو احنا راح نمشي لتأمين خط السير البوم من الموقع لحتى مدرسة الشرقية ووصولها لمدرسة الشرقية. نتمنى ان نقدم خدمة مرورية أمنية إنسانية مميزة ونكون عنصر فعال في هذه المهمة وهذا الاحتفال. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
نسوي الاحتفال. عمر يعني نخلي خطتنا ان شاء الله ان الليله نمشي ان شاء الله الى المدرسه الشرقيه. لان مشكله المدرسه الساحه كبيره نسوي الاحتفال وهذا الهبام متكفل فيه والاثنين هناك بنصلي الظهر وبنبدا بالرفع ان شاء الله بالوحده واحده ونص يكون على التريلر. الله يقول زين ليش ما يمشي؟ لا عشان شيخ الشارع كله مستحيل خاف من الموقف هذا الساعة 2 بالليل داخل على حركة المرور السوق من اخر شيء ما بنأذن ممكن نسوي بالخطة هذه ان شاء الله بعد ان شاء الله. انا عارف مالك لا هم هم الوسخ اللي عطهم خلف اسمه مكان الزبالة اقول لهم حطوا زبالتكم في اكياس شوف اللي يمعين بسكود اللي قاعدين يشوفون خلاص تعال دخل يلا نزل البلوكات على شمالك وين نزلهم وين
الاخير بنرفع خلاص اجزمنا احنا راح I'm going to go to the hospital.
متر على 100 متر. لا 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 انا جاي البوم وال لا لا جاي البوم والحديد لا لا بالناحية بوم الترين بعد ها اسمح لي نبي ناخذ الحين ابي شباب الكي او سي نوقف تاخذ صورة بعيدة يلا اوكي تمام بس احنا بغينا هذه على اساس تكون لا بس خلاص بس خليكم شوي اشرون عليها شوي لا والله اشر على هذا اشرون عليها شوي اقول لك شنو يا 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 خلاص Thank you.
Thank you.
Thank you.
نمشي عكس السير ولا مع السير؟ كله عكس السير عند أول إشارة. عند أول إشارة خلاص وصلنا على خلاص. دورياتنا جاهزة الساعة. نتمنى ان نعرف وين وصلنا على حسب ما يقول عمي يقول ان هذا ابوه يوصل فيه راح يطلع لعمليه صيانه صيانه كامله محتمل ان الصيانه ما تاخذ لا يقل عن 7 أشهر بعد 7 أشهر ان شاء الله احمد الجندلي من اداره مدير شركه في الكويت. طبعا احنا صراحه نتشرف يعني ان نشارك في عمل وطني تاريخي باستدعانا من قبل المجلس الوطني ومن قبل طبعا الناس المسؤوله عن المشروع على اساس نقدم خبرتنا بالموضوع هذا. شركه نقل الكويت كونت فريق استعنا في ناس حتى طلعوا من شركة نقل الكويت صار لهم خلينا نقول 15-18 سنة رجعناهم مثل الأخ علي الملة خبير الرفع عندنا كان في شركة نقل الكويت وما شاء الله أبدأ يعني